للحديث عن استمرار تفشي وباء كورونا وتزايد أعداد المصابين والوفيات في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ فائز الشاووش. شيخ فائز، السلام عليكم. يعني أصبح من الطبيعي في العراق أن تسجل وزارة الصحة ازديادا في أعداد الإصابات في وقت بدأت دول الجوار مثل الأردن وتركيا في التعافي تماما من هذا الفيروس، ولكن هنا السؤال، إلى ما ترجع سبب تزايد الإصابات في العراق؟ تحية لكم وإلى مشاهديكم الكرام وإلى الثوار في كل ساحات العراق المنتفضة. في ملف كورونا، مرض كورونا أو وباء كورونا، هو أكيد منذ بداية انتشاره في زمن حكومة عادل عبد المهدي، الحكومة لا نقول قد أخفقت، ولكن يبدو بأن هناك توجه يعني مباشر ومتعمد بعدم الاهتمام بهذا الملف. ولو كانت الحكومة جادة آنذاك في زمن حكومة عادل عبد المهدي لكان وفرت مستشفيات أو مباني حكومية ووفرت الأجهزة وأجهزة التنقل الاصطناعي لهذا المرض الخطير، بالإضافة إلى أنه أسبابه بأن الحكومة أعلنت بأن الخزينة خاوية ولم يوجد لديها في داخل الخزينة إلا 300 مليون دولار، وبالتالي هذه السرقات التي أدت إلى تضخم هذا المرض وانتشاره وعدم اهتمام الحكومات المتعاقبة في زمن حكومة عادل عبد المهدي، وخاصة وحاليا في زمن هذه الحكومة التي تطوق في العديد من المشاكل من السرقات والتنافس بين الأحزاب لقرب هذه الانتخابات، وبالتالي يبدو بأن هذا الملف ترك من قبل هذه الحكومة ومن قبل الحكومات المتعاقبة في العراق. شيخ فائز، في الوقت الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية منذ أشهر، قالت بأنه موضوع ارتفاع درجات الحرارة لن يؤثر على انتشار الفيروس، لكن هنا تخرج علينا وزارة الصحة في العراق بنفس المعلومة التي أوردتها منظمة الصحة العالمية، كيف يمكن فهم هذا التصريح المتأخر من قبل وزارة الصحة؟ يعني أكيد كل الحكومات المتعاقبة بعد 2003 وخاصة الثلاث حكومات التي مضت هي تراقب الأحداث عن طريق منظمات حقوق الإنسان وغيرها، ولكن بالتالي هذه لا تجدي نفع. الحكومة الحالية أن تقوم بواجبها الرسمي وبشدة وبدون أي تواطؤ مع هذه الأحزاب والكتل والميليشيات، وبالتالي عليها أن تطالب المجتمع الدولي عندما ذهبت إلى تشكيل لجان لمتابعة السرقات اللي أدت إلى انتشار هذا المرض وإلى الفقر وإلى عدم وجود كهرباء لدى الشعب العراقي، عليها أن تطالب المجتمع الدولي بتشكيل لجان كذلك تترافق مع اللجنة المالية، اللجنة البرلمانية لمتابعة ملف الاغتيالات وملف ملف كورونا، مرض كورونا، وملف السرقات في العراق، وهذه بالتالي إذا كانت جادة هذه الحكومة. شيخ فايز، يعني هل كانت وزارة الصحة تعول على موضوع ارتفاع درجات الحرارة لتحل بها أزمة لم تفلح في حلها على المستوى المهني ولا الاستعداد من حيث خطة الطوارئ أو البنية التحتية التي كشفت ضعف الإمكانيات؟ أي قضية إخفاق سياسي أو متعمد أو تجاهل لدى هذه الحكومة أو الحكومات التي سبقتها هي بكل تأكيد تتجه إلى حجج، وهي من أجل انظار الشعب العراقي أو الفات عقول الشعب العراقي إلى مسألة خارج حدود العراق. مصيبتنا في العراق ومصيبتنا بقلة الأموال ومصيبتنا بعدم توفر الأجهزة والمستشفيات والمواد الطبية لإنهاء هذا المرض، وبالتالي أصبح الآن مشكلتين، هي مشكلة الكهرباء ومشكلة انتشار المرض بالإضافة، وسببهما الاثنان هي سرقة أموال الشعب العراقي التي لن نشاهد الآن ولن نشاهد الشعب العراقي إلا بمزيد من التصريحات بتشكيل لجان لمتابعة الفساد ومتابعة مرض كورونا، وبالتالي هذه محاولة لإخراج كل إخفاقات هذه الحكومة والاتجاه إلى منظمات أخرى خارج الحدود.
المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية فايز الشاوش، شكرا جزيلا لكم.